السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم أحضرت لكم الفرض الثاني للفصل الثالث في مادة الرياضيات للمستوى الثالث متوسط. بسم الله على بركة الله. التمرين الأول، لاحظ الشكل المقابل، احسب الطولين بأن وبC. لحساب طول بأن نلاحظ أن المثلث ABM هو عبارة عن مثلث قائم، إذن ولدينا الزاوية ب معطاة هي 40 درجة والطول ب 4 سنتيمتر. إذن هنا يمكن استعمال جيب تمام زاوية لحساب الطول ب ام، لأن جيب الزاوية ا ب ام هو الضلع المجاور ب ا على الوتر الذي هو ب ام. إذن ها هو الحل، كوسينوس آ بي أم يساوي آ بي آ بي على بي أم. نستخرج بي أم هي آ بي قسمة كوسينوس آ بي أم. نقوم بالتعويض، لدينا بي أم يساوي 4 قسمة كوسينوس الزاوية 40 درجة. نقوم بالحساب بالآلة الحاسبة، نتحصل على بأن يساوي 5.19 سنتيمتر. وفي فيديو سابق شرحت كيفية حساب كوسينوس زاوية واستخراجها أيضا بالآلة الحاسبة. الآن نقوم بحساب الضلع BC، لدينا كوسينوس ABC، أيضا لدينا المثلث ABC هو عبارة عن مثلث قائم. كوسينوس الزاوية ب التي هي 40 زائد 20 درجة تساوي الضلع المجاور AB على الوتر BC. ها هو كوسينوس ABC يساوي AB على BC. نستخرج BC يساوي AB على كوسينوس ABC. نقوم بالتعويض عادي، نتحصل على BC يساوي 8 سنتيمتر وهو المطلوب. السؤال الثاني، احسب الطول AC بطريقتين مختلفتين. ملاحظة، تعطى النتائج بالتدوير الى 1 على 100 اي 0.01. لدينا AC، نقوم بحسابه بطريقة الاولى هي طريقة نظرية فيثاغورس، اي ممكن استعمال، لأن المثلث قائم ممكن استعمال نظرية فيثاغورس، هو الوتر مربع أي BC أسني يساوي BA أسني زائد AC أسني. لقد كتبت هذا هنا، BC أسني يساوي BA أسني زائد AC أسني. بما أن نحن نقوم للمطلوب عفوا حساب AC، نستخرج AC أس 2 يساوي BC أس 2 ناقص BA أس 2. نأخذ هذا للطرف الآخر إلى الطرف الأيسر، يصبح بإشارة سالبة. نقوم بالتعويض، AC مربع يساوي 8 أس 2 ناقص 4 أس 2 هي قيم BC و BA. نقوم بحساب عادي، نتحصل على AC أس 2 يساوي 48، AC يساوي جذر 48، AC يساوي بالتقريب بالآلة الحاسبة أيضا نتحصل على 6.93. أما الطريقة الثانية هي طريقة الكوسينوس، أيضا لدينا بما أن الزاوية ب هي 40 زائد 20 ولدينا ب سي ا مجهولة، نقوم بحسابها، لدينا هي 180 جميع الزوايا، ننقص لها الزاوية ا والزاوية ب. ها هو لدينا ب سي ا يساوي 180 ناقص ا ب سي زائد ب ا سي. إذن BCA يساوي 180 ناقص 60
A B C. A B C هي عبارة عن 60، 40 زائد 20، لدينا 40 زائد 20 يساوي 60. الزاوية A B C A B C تساوي 60 درجة زائد B A C B A C التي هي 90 درجة، نتحصل على BCA يساوي 30 درجة. BCA هي 30 درجة. كوسينوس زاوية C هي المجاور AC على الوتر BC. كوسينوس C AC على BC، نستخرج AC وهو المطلوب يساوي كوسينوس C في ضرب BC. بالتعويض AC يساوي كوسينوس 30 درجة ضرب 8، نتحصل بالتقريب 6.96 وهو المطلوب. التمرين الثاني، كان سعر البطاطا 25 دينار، نظرا لقلة الإنتاج زاد السعر ب 60% ثم زاد من جديد ب 40%، ما هو السعر الجديد؟ وهل زاد السعر ب 100%؟ لدينا السعر الجديد، هناك قانون يجب تطبيقه الذي هو إيغاك، أي السعر الجديد يساوي إكس هو السعر القديم في 1 زائد نسبة المئوية الزيادة أو النقصان. إذا كان زيادة نقوم بعملية جمع هنا، وإذا كان بنقصان نقوم بعملية طرح هنا، ناقص A على 100. نقوم بالتعويض Y يساوي السعر القديم الذي هو 25 ضرب 1، بما أنه زاد قمنا بعملية الجمع، لدينا ب 60%، نقوم بوضع 60 قسمة 100. نقوم بالحساب عادي، Y يساوي 25 ضرب 1 زائد 0.6، Y يساوي 25 في 1.6، إذا Y يساوي 40 دينار جزائري. هذا هو السعر ب 60%، نقوم بزيادة أخرى من جديد ب 40%، إذا Y يساوي السعر القديم الذي أصبح هو 40 دينار ضرب 1 زائد نسبة المئوية 40 دينار، 40 عفوا بالمئة قسمة 100. إذا Y يساوي 40 ضرب 1.6، Y يساوي 56 دينار جزائري، أي السعر الجديد، ومنه السعر لم يزد ب 100%. السؤال الثاني، سعر قميص 800 دينار، ما هو السعر الجديد إذا انخفض ب 15%؟ نقوم بحساب السعر الانخفاض ب 15%، لدينا 800 هي 100%، إكس يقابلها 15%، نقوم باستخراج إكس يساوي 800 ضرب 15 قسمة 100، نتحصل على 120 دينار. هذه هي نسب هي هذه هذا عفوا قيمة التخفيض. نقوم بأخذ ثمن القميص ننقص له قيمة التخفيض، نتحصل على السعر الجديد الذي هو 680 دينار جزائري. الآن التمرين الثالث، إذا علمت أن A يساوي ناقص 10، بيّن أن A زائد 5 يساوي ناقص 5، أعطي قيمة A ناقص 10. في تمارين مثل هذه دائما نبدأ من حاجة تكون معلومة، مثل هنا لدينا إذا علمت أن A يساوي ناقص 10، دائما نأخذ A ناقص 10 أو التي أعطيت، نقوم بقيام عمليات بها لنتحصل على ماذا يجب تبيينه. إذا لدينا A زائد 5 يساوي ناقص 5، يجب أن نبين هذه المعادلة. لدينا A يساوي ناقص 10 معطاة، نقوم بزيادة زائد 5 من طرف الأيسر، نقوم بزيادة أيضا زائد 5 من للطرف الأيمن،
تصبح لنا A زائد 5 يساوي ناقص 10 زائد 5. نقوم بحساب A زائد 5 تصبح ناقص 10 زائد 5. نقوم بعملية طرح وإشارة أكبر حد الذي هو 10، تصبح A زائد 5 تساوي ناقص 5 وهو المطلوب. قمنا بالتبيان أن A زائد 5 يساوي ناقص 5. الآن نقوم بحساب نقوم بإعطاء قيمة A ناقص 10. نفس الشيء، نقوم بأخذ المعطاة A يساوي ناقص 10، نقوم بإنقاص للطرف الأيسر ناقص 10، نقوم بإنقاص ناقص 10 للطرف الأيمن، نتحصل على A ناقص 10 يساوي ناقص 20. هنا لأنهما نفس الإشارة نقوم بعملية الجمع وأخذ إشارة أحدهما. إذا ومنه قيمة A ناقص 10 هي ناقص 20. السؤال الثاني يقول بيّن أن A زائد 10 يساوي 0. نفس الطريقة، نقوم بأخذ A يساوي ناقص 10، نضيف 10 للطرف الأيسر، نضيف 10 للطرف الأيمن، تصبح لنا A زائد 10 يساوي ناقص 10 زائد 10، ومنه A زائد 10 تساوي 0. لهما إشارتين مختلفتين وهي قيمة واحدة، ومنه A زائد 10 هي 0. الآن إذا علمت أن X أصغر من 10، ما هي إشارة X ناقص 10 مع التعليل؟ ها هو الحل. نقوم بأخذ X أصغر من 10 معطاة، لأنها إذا علمت أن X أصغر من 10، لدينا الطرف الأيسر ننقص له 10، ننقص العشرة للطرف الأيمن، تصبح لنا X ناقص 10 أصغر من 10 ناقص 10 التي هو 0. إذا X ناقص 10 إشارتها سالبة لأنها أصغر من الصفر، وهذا هو التعليل. انتهى الفيديو اليوم، إن شاء الله نلتقي في فيديو آخر، والسلام عليكم.